خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم مختارات من شرح كتاب الأدب المفرد لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله. وعن أبي الدرداء قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا. لحظة، إذا اجتمعت صفات في سياق حديث واحد دائما ننبه بأن يكون هناك علاقة بين تلك الصفات وكذلك في تناسق ترتيبها. لما قال لا تشرك بالله شيئا، هذا حق التوحيد. حق الله أيضا على العبد من أعظم الحقوق لله على العبد بعد التوحيد الصلاة، عماد الدين. لا تتركن صلاة على إيش؟ لا تتركن الصلاة المكتوبة، الصلاة متعمدا. المكتوبة نعم، متعمدا. ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. لا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا. إذن المشكلة كلها في تعمد الترك. لو تركها ناسيا نائما عنها يكون تركها متعمد ولا بعذر النوم والنسيان؟ بعذر النوم والنسيان. ولذا جاءت الرخصة وجاء العفو: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها حين ذكرها أو حين استيقظ، لأنه لم يتعمد تركها، وليس في النوم تقصير كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا لا تتركن صلاة مكتوبة. الصلاة المكتوبة جاءت مؤقتة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيش؟ موقوت. كتابا أي مكتوبة، موقوتة يعني مؤقتة بأوقاتها. فإذا أديت الصلاة المكتوبة في أوقاتها حفظتها، وإذا أديتها لكن ليس في وقتها ضيعتها. والله سبحانه وتعالى كتب الصلاة على الأمة، ومعلوم قصة الإسراء والمعراج، وأول فرض الصلاة 50، ثم زال الرسول صلى الله عليه وسلم يتردد بين نبي الله موسى ورب العالمين، ويخفف عنه 55 حتى صارت 5 صلوات. وقيل للرسول صلى الله عليه وسلم: إنها 50 في العمل 50 في الأجر، الحسنة بعشر أمثالها. ولكنها مع كونها مكتوبة فهي موقوتة. وأحب أن نقف وقفة خفيفة عند توقيت الصلوات. الصلوات مؤقتة بأي شيء؟ بحركة القمر ولا حركة الشمس؟ حركة الشمس. لأن الشمس حركتها يومية، والقمر حركته إيش؟ شهرية. أول صلاة متى؟ فجر. صلاة الفجر. متى يدخل وقت الفجر؟ قول صلاة الصبح. ومتى يدخل وقت الصبح؟ تقول في الفجر ولا لا؟ طيب، بعد الصبح تأتي إيش؟ الظهر. صلاة الظهر. متى يبدأ وقت الظهر؟ بعد زوال الشمس. طلعت، توسطت، زالت. متى بعد الظهر إيش؟ العصر. حتى يكون ظل كل شيء مثليه، يعني منتصف الربع الأعلى من الزوال إلى الغروب، إذا وصلت إلى المنتصف فهو العصر. المغرب بعد العصر المغرب. متى يكون صلاة المغرب؟ غروب الشمس. العشاء بعد غياب الشفق. ناتي إلى هذه الأوقات
التي ربطت بها الصلوات الخمس. يدرك ذلك البادية أكثر من الحاضرة، لأنهم يعايشون حركة الفلك مباشرة. عمن يعيش في الشقة ولا في المبنى ولا في كذا ما يدري عنها إلا بعد ما تملى الدنيا. ولو كنت في الفلاة وبالليل وبالسحر وقبل طلوع الفجر وتتأمل في هذا العالم والكون وتتفكر، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، رب سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وإذا أنت بسبحاتك ونظراتك وتفكيرك في هذا العالم الواسع الفسيح ومن يدبره ومن يسيره، فإذا بك ترى انفراج الليل عن ضوء النهار، تباشير الفجر، ينفجر النهار من ظلام الليل. هذه الحركة مغايرة لما كنت عليه. من الذي أحدث هذا التغيير؟ يقولون عن رجل مسيحي مفكر عاقل كبير، كان أديب وشاعر، فكان يستهويه أن يجلس من بعد السحر إلى أن يطلع الفجر يتأمل في هذا الكون. وفي ليلة من الليالي جالس، وكان تفكيره في تدبير هذا الكون، ليل نهار وأوادم وحركة ونوم وسكون وكذا، ويرى النجوم تتحرك أو هي التي هي مقياس الوقت أو نجوم السيارة. وهو في تفكير عميق بعيد جدا طال به التفكير، فإذا به عند انفجار الفجر يسمع أذانا يقول الله أكبر. فالتفت وانتبه لنفسه، قال الله أكبر، أي الله أكبر الذي قدر على انفراج وانفجار الفجر من ظلام الليل. فصادف الآية الكونية في انفجار الفجر من ظلام الليل صوت المؤذن الله أكبر، كأنه يقول له في تفكيره الذي دبر هذا وأوجد ذلك هو الله أكبر. فتابع المؤذن في أذانه تلقائيا حتى نطق المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فتابعه فيها أشهد أن محمد رسول الله، فتابعه فيها، فما فطن إلا انتهى الأذان وهو قد ردد الشهادتين مع المؤذن. فأما طلع النهار ذهب إلى المفتي وأعلن إسلامه وسجله وقال حقا إن هذا الدين هو الحق. تأتي أيضا إلى زوال الشمس، الحركة العظيمة بجرمها بكذا إلى غروب الشمس، آيات كونية تصحب توقيت الصلوات. فلكأننا في أداء الصلوات نستشعر عظمة الله في هذا الكون وفي تلك الحركة الكونية التي تدل على قدرة الباري سبحانه، ويعجز العالم كله أن يوقف تلك الحركة أو أن يزيد أو ينقص فيها معشار ثانية واحدة. الله أكبر فعلا. لا تتركن صلاة مكتوبة، لأن الصلاة فيها أمور عظيمة جدا، ومن عظمتها أنها توقفك على قدرة الله. ثم نأتي إلى النواحي الدينية والأخروية والروحية المعنوية، ونجد آثار الصلاة في سلوك الإنسان. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تقويم، ولهيئة الأمر بالمعروف كلها تقدر على هذا لكل إنسان. لا، معطيات الصلاة، الصلاة تعينك على نوائب حياتك وتجعل منك القوة والصبر والجلد. واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ثم إن الإنسان خلق هلوعا
إذا مسه الشر جزوعا إلا مين؟ المصلين. إلا المصلين. إذا مسه الشر قال إن لله وإن إليه راجعون، واستقبل قدر الله بالطمأنينة والرضا، لأنه 5 مرات يقف بين يدي الله، في 14 مرة في كل فاتحة الحمد لله رب العالمين، يحمده على إيش؟ على كل شيء من أفعاله سبحانه، على السراء والضراء، ويعلم بأنه عبد مربوب لله، والله يتصرف فيه كيف يشاء. إذن من هذا الجانب الدنيوي والشخصي، ثم الأجر الذي رتبه الله على ذلك وسعادة الآخرة، أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن قبلت قبل معها سائر عمله، وإن ردت رد معها سائر عمله. إذن الصلاة كما جاء هي عماد الدين، والعبد الذي يحافظ على الصلاة تجده وإن كان فقير الحال مطمئن هادئ، تجده وادعا يعيش بطمأنينة وسكينة، راض بحياته. والشخص الذي لا يصلي لو اجتمعت له الدنيا بحزافيرها تجده قلق النفس مضطربا غير مستقر، لأن داخله خواء. أما المصلي فقلبه مطمئن بإيمانه، ألا بذكر الله إيش؟ تطمئن القلوب، فهو قلبه مطمئن بذكر الله. والإنسان روح وجسد، الجسد يأكل الطعام ويشرب الماء، والروح تتغذى بذكر الله وبالطاعات، وأعظمها الصلاة، لا تتركن صلاة مكتوبة. ثم يبين له صلى الله عليه وسلم أن من ترك الصلاة المكتوبة متعمدا احترازا ممن تركها سهوا أو نسيانا أو نوما، وقد وقع لرسول الله، هذا من رحمة الله بنا نحن الضعفاء، أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الغزوات ويمشي بالليل كثير ويعرس قبيل الفجر، ولكن يحتاط من يكلأ لنا الفجر، يا بلال اكلأ لنا الفجر، يعني احرسه عشان لما يطلع الفجر تصحينا. فناموا جميعا وما ايقظهم الا حر الشمس، وين راحت الصبح؟ ناموا عنها. فقام صلى الله عليه وسلم، او لما قام قال ارتحلوا عن هذا الوادي، فان هذا الوادي فيه شيطان. ولما جاءوا الى الجانب الثاني توضؤوا، وامر بلال فاذن واقام، وصلوا السنة وصلوا الصبح، ثم بين من نام عن الصلاة او نسيها فليصلها حين ذكرها، لها الا ذلك. نعم. لا تشرك بالله شيئا وان قطعت او حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. هنا الوعيد الشديد، من تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء ممن ترك الصلاة متعمدا. وهذا الذي برئ منه رسول الله تظن حيشفع له يوم القيامة؟ هو تبرأ منه حيشفع له؟ اعتقد لا، يكون سببا لعدم شفاعة الرسول فيه. والقضية في ترك الصلاة يا اخوان قضية كبيرة، يختلف العلماء في حكم تارك الصلاة عامدا، هم يتفقون على انه يقتل، من لم يصلي يقتل، ولكن منهم من يحكم بقتله كفرا، ومنهم من يحكم بقتله حدا. والنتيجة العملية بين هذا الخلاف ان من قال يقتل كفرا يعامل معاملة الكفار،
لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وماله فيء لا يرثه ورثته. هذا عند من يقول يقتل ايش؟ كفرا. ومن يقول يقتل حدا كالزاني المحصن او قاتل انسان معصوم فانه يقتل حدا. قالوا يعامل معاملة المسلم المحدود، بمعنى يغسل ويصلي عليه غير الامام الراتب، جماعة صلوا عليه، ويدفن في مقابر المسلمين، وماله ورثة لإيش؟ لمن بعده. ولكل له دليله يستدل به، والقضية طويلة، ولكن على سبيل الإجمال من قال بكفره يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. ما هذا الصراحة؟ ويستدل الآخرون يقولون: خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على العبد، فمن حفظها وحافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحفظها ولم يحافظ عليها كان أمره إلى الله، يعني تحت المشيئة. فقالوا تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقالوا ما دامت المسألة تدور على المشيئة والله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، لا نحكم بكفره. ومن أراد التفصيل الواسع فليرجع إلى نيل الأوتار للإمام الشوكاني، فقد عقد بابين: باب من قال تارك الصلاة يكفر، ثم بعده باب من قال تارك الصلاة لا يكفر. وفي كلا البابين ساق أدلة الفريقين، وكل منهما يلتقيان في أنه يقتل. ولكن أحب أن أنبه بعض الإخوة طلبة العلم الذين إذا رأوا إنسانا ترك الصلاة مرة أو يوما أو كذا، ثم جاء يسألهم وقد رجع إلى الله تائبا عن الصلاة التي كان قد تركها، فيبادرون ويقولون: لا قضاء عليك في ذلك. ليش يا جماعة؟ ما أمر في الذمة. قالوا: لا، كان كافرا فأسلم والإسلام يجب ما قبله. يا سبحان، من الذي حكم بكفره؟ قالوا: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول لهم: لا يصدر الحكم الجزئي على الأفراد إلا الحاكم ولي أمر المسلمين، وبمقاضاة عند القاضي المسلم. فهل يا ترى حينما ترك الصلاة أخذتموه إلى القاضي ورفعتم أمره إلى الحاكم وسأل وامتنع فحكم القاضي بكفره فعاملتموه معاملة الكافر؟ هل سلبتم ماله؟ هل حرمتم زوجته؟ هل أخرجتموه من عداد المسلمين؟ لا، ولا شيئا من هذا. يعني كل أحكام الكفر تساهلتم فيها وجبنتم أن تطبقوها عليه، إلا الصلاة اللي قدرتم تقولوا أنه لا يقضيها. لماذا؟ لا يتم الحكم بكفر إنسان بأي حالة من الحالات، ولو تكلم بكلام الكفر ردة عياذا بالله، حتى يرفع أمره للحاكم المسلم ويستحضره ويتوبه، فإن تاب ورجع فالحمد لله، وإن أصر إن كانت عنده شبهة بينها له وكشف له عن الحقيقة
فإن أصر حينئذ يحكم بما يقتضيه الوجه الشرعي في شأنه، وحينئذ ينفذ الحكم. أما نقول هذا فلان لا يصلي، هذا فلان يفعل كذا، هذا كافر لأنه كذا، لا، لا تحكم بكفره حتى تعرضه. وجاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه عن جماعة حصل منهم ردة أو أعمال تؤدي إلى الردة، فجاءه مخبر قال ها هل في القدر من مغرفة، هل في خبر؟ قال نعم. قال ما هو؟ قال تركت أبا موسى في اليمن فكذا كذا أشخاص صفتهم كذا فقتلهم. قال اللهم إني لم أشهد ولم آمر ولم أرض حين بلغني. قال وماذا كنت تفعل أنت لو كانوا عندك؟ قال أحبسهم وأطعمهم كل يوم رغيف وأعرضهم على الباب الذي خرجوا منه لعلهم يعودون إليه. ثم تركوا الصلاة، كفرتموهم بترك الصلاة، أنا أحبس وأعطيهم كل يوم رغيف وأعرض عليهم الصلاة التي خرجوا بتركها من الإسلام لعلهم يرجعون إليه. استباحوا كذا، أعرض عليهم بأنه حرام لعلهم يرجعون بتحريمه، وهكذا. ويتفق الفقهاء الأئمة الأربعة بأن من ترك الصلاة عرضت عليه الصلاة 3 أيام، إن رجع وتاب وصلى فالحمد لله، وإن أصر على تركها كان تركها عمدا، برئت منه الذمة ووصل إلى الحاكم والحاكم يحكم بكفره فيقتل. أما أنا وأنت أو الأفراد، إذا كان الحق الخاص لإنسان لا يحق له أن يستوفيه لنفسه إلا بأمر الحاكم. لو أن إنسانا قتل ذا دم عندك وأنت الوحيد صاحب الدم وصاحب الثأر والقصاص ولقيت القاتل، هل يحق لك أن تقتله؟ لا يحق لك، لأنها تكون فتنة، ترفع أمره إلى القاضي والقاضي يحضره ويجري الدفاع لعل هناك موجب ما أو شبهة ما أو إلى آخره، وتتمحص القضية إلى آخرها، ويصدر الحكم من القاضي المسلم بأن هذا قاتل عمدا عدوانا عليه القصاص، فالدولة تنفذ القصاص إجبارا عليه. أما تلقى قاتل أبيك فتقتله فتقتل، لأنك لست صاحب حق في إقامة الحد أو في أخذ الوفاء. يجي ولي أيضا ويقتلك، ويأتي وليك ويقتل ذاك، وتبغى فوضى في الإيه؟ في العالم. لا، الله سبحانه وتعالى جعل سلطة الدولة 3 في قوله سبحانه لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع. أرسلنا رسلنا بالبينات والمعجزات التي تثبت أنهم رسل من عند الله، وأنزلنا معهم الكتاب وفيه الأحكام هدى للناس، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وأنزلنا معهم الكتاب فيه الشرائع، وهذه هي السلطة التشريعية، ليست القوانين وأراء الأشخاص، وليست الدساتير التي يضعها الناس بعضهم يتحكم في بعض، بل شرع الله. وأنزلنا الكتاب والميزان، الكتاب يشرع، السارق تقطع يده، الغاش يعذر، إلى آخره. فيأتي بعض الأفراد ويرتكب بعض الأمور وتكون شبهة في المجتمع، فنعرضها على ميزان العدالة وهو القضاء بالعدل. فالكتاب يشرع الأحكام والأفراد يرتكبون الأعمال، فنزن أعمال الناس بميزان العدالة في المحاكمة على تطبيقها بما أنزل الله في كتابه.
فإن قال ميزان العدل هذا ظالم أخذ بظلمه، وإن قال هذا مظلوم انتصفنا له من ظالمه. والحديد بأس شديد يطبق الأحكام بالقوة، فهي السلطات الثلاثة: السلطة التشريعية في الكتاب، والسلطة القضائية في الميزان، والسلطة التنفيذية في الحديد بيد الشرطة والسلطة. وأنت ليس لك دخل في ذلك، ترفع أمرك إلى ولي الأمر ويحيله إلى القضاء، والقضاء ينصب ميزان العدالة ويجري النظر في القضية، ثم هو القاضي يحكم بواقع الحال تطبيقا للأحداث على القواعد التي جاءت في التشريع. إذن الحكم على إنسان بأنه كافر، لا يا أخي لا تقول هذا، لعله يصلي وأنت لا تدري. فإذا رفع إلى القاضي ولي الأمر قال صلي وحبسه، لا يستطيع أن يقول صليت، هو محبوس إحنا ما شفناه يصلي، ما في مجال للادعاء ولا للكذب. فحينئذ يكون الأمر أو الحكم عليه بأمر ما صادر عن مصدره وهو الميزان الحق، فحينئذ ينفذ الحكم بسلطة الحديد والقوة. نعم. ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة ولا تشرع. إذن يا إخواني لا ينبغي لإنسان طالب علم ولا غيره أن يبادر بالحكم بالكفر على إنسان ما، لا. نقول نعم هو تارك الصلاة عندي أنا، لو سألناه ربما قال أنا صليت في البيت، ربما قال لي عذر في الصلاة، ربما كل ذلك محتمل، وإذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال. ويجب أن نتريث أيضا، بدل أن نشهر عليه بأنك كافر نأتيه بالنصيحة ونعظه فيما بيننا وبينه، ونخوفه الله ونبين له حقيقة أمر الصلاة وحق الدين. وأن اللي تارك الصلاة هذا ضعيف الشخصية، إذا نبين فيه ما يجب عليه حقا لله سبحانه، بعدين إذا عجزنا عنه استعنا بالسلطة، والله تعالى أعلم. ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. انظر يا إخوان، لا تتركن الصلاة يتضمن هذا النهي جلب الخير، لأن من أدى الصلوات الخمس كان على أكبر نعمة من إيه؟ من الله عليه، كما بين صلى الله عليه وسلم: أترون لو أن لأحدكم نهرا جار بي أمام بيته يغتسل فيه خمس مرات كل يوم، هل يبقى على جسده شيء من الدرن؟ واحد يغتسل خمس مرات كل يوم يصبح جسمه موسخ ولا عرقان؟ ما عنده وسخ، فيتطهره أول بأول. فبعدما بين لنا جلب الخير، وكذلك قبله جلب الخير في توحيد الباري سبحانه، ودفع عنا الضر بالضد، جاء إلى دفع الشر وقال: ولا تشربن الخمر. الخمر اسم جنس، كل ما خامر العقل، وخامر العقل بمعنى غطى، ومنه الخمار غطاء الوجه للمرأة، ومنه خمر الإناء يعني غطوه. ولا علاقة للتسمية، اللغة تقول الخمر ما كان من ماء العنب، طب وإذا كان من ماء البصل، من ماء التمر، من الحليب، من العسل، كل ذلك يتأتى منه مسكر. لبن الخيل إذا مكث 6 ساعات أو كذا يسكر، العسل إذا أضيف إليه الماء وترك زمنا يسكر، إلى آخره. وفي نظام المخدرات أكثر من 1000 نوعية لأنواع المسكرات، شرابك اللي تلبسه في الجزمة يمكن أن يأتي بمسكر. إذن العبرة بالوصف، لا تشربن الخمر، لماذا؟ لأنها تخمر العقل، فكل ما خامر العقل فلا تشربه، حفاظا على هذه الجوهرة
التي بها تميز الإنسان عن الحيوان. كرمنا بني آدم ليش؟ دمه ولحمه؟ لا، عقله الذي به يعرف الله، وبه يعبد الله، وبه يتلقى التكليف عن الله فيؤمر وينهى. الحيوانات عندها إدراك، لا نقول عقل. تعلمون ما أعطى الله النحلة من إدراك، وما تعمله كما يسمونه مملكة النحل أدق من ما يعمله الإنسان في رواحها ومجيئها وتخدير الجهات وتخدير الأبعاد وتقزيم الأنواع من شغالات ومن حارسات ومن ملكة ومن عالم آخر، النمل بذاته أيضا. إذن المخلوقات الحية لها إدراك، بل هناك بعض الشيء في النباتات، النباتات المتسلقة. الباب هذا كبير جدا، لكن الإنسان بالعقل كرمه الله وجعله موضع التكليف بالأمر أو النهي. ولذا يقولون الضروريات الست لا قوام لمجتمع إلا بحفظها. حفظ الأديان لأن الدين ضروري للإنسان. وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.